مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نشرة الظهر للأخبار وهذه عناوينها. النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة تهدد بقطع علاقتها مع الكنام بسبب ما يعانيه القطاع من إشكالات. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه عشية اليوم بوركينا فاسو في لقاء حاسم من أجل بلوغ المربع الذهبي في أمم إفريقيا. تواتر ردود الفعل المنتقدة لقرار الرئيس الأمريكي تعليق دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده، والأمم المتحدة تدعوه إلى التراجع عن هذا القرار. مرحبا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري، ونستهله بالشأن الصحي. فقد أعلنت اليوم النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة أنها تتجه نحو التصعيد بقطع علاقتها التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. جاء ذلك خلال انطلاق أشغال مؤتمرها العلمي الرابع تحت شعار ابتسامة جميلة. في مؤتمرها العلمي الرابع أكدت النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة أنها تتجه نحو قطع العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض. احنا قابلنا السيد رئيس المدير العام تاع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وثم حاجات تدل بشائر اللي معناها باش نبداو نجلس وتو الطب العام قاعد يجلس، وبعد باش احنا نبداو نجلس. هو معناها يقول لك معناها المصلحة الوطن يلزم باش نلقاو حلول. احنا متفائلين نترقبوا، في صورة ما وصلناش احنا مجبورين باش نقطع عملا لازم معناها الفصول نتاع الاتفاقية. وأشار رئيس النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة إلى أن التوجه إلى إنهاء العلاقة مع الكنام يعود إلى جملة من الصعوبات التي يعانيها القطاع بعد تراجع المبادئ التي بعث من أجلها نظام التأمين على المرض. وقت اللي عملنا تعاقد معها كان هو الهدف نتاعو معناها فتح القطاع العام على القطاع الخاص، لكن مرانا بعد 10 سنين إلا العدد هو بيدو وإلا قاعد يمشي ينقص. علاش قاعد ينقص؟ قبل كان 30% اللي يجيو للعيادات الخاصة عندهم أكثر من 400 دينار اللي هو باش يسترجع مصاريف. طول الوقت الحاضر الكنام وقت تكونت جات عملت أكثر ما يكون ما بين 250 و400 دينار فيها العلاج نتاع الطب العام، فيها الصيدلة، وفيها طب الأسنان. تعرفوا التونسي يخير الصحة العامة. مشاغل عبرت وزيرة الصحة سميرة مرعي لدى إشرافي على افتتاح أشغال المؤتمر عن عزم الوزارة التفاعل معها خدمة لمصلحة المريض والطبيب على حد سواء. القطاع الكنام والمشاكل اللي عندنا اليوم نتاع تمويل معناها القطاع العمومي، وايضا تمويل ايضا نتاع الكاس، يعني هذا الكل قاعد في مراجعه. هذا الكل ما نجموش نقولوا اليوم راهو، لا، احنا نحبوهم يكونوا منخرطين معناها في هذه المنظومه لاصلاح هذه المنظومه، واحنا نعمل مع الشؤون الاجتماعيه لاصلاح هذه المنظومه، على خاطر اللي هي اليوم صعوبات كبيره وما عادش نجموا معناها نقعدوا ديما نرقعوا وديما نطلبوا معناها تمويلات جديده. كما اكدت في هذا السياق وزيره الصحه أن الوزارة تتجه ضمن سياستها الصحية إلى دعم القطاع العام بأطباء من القطاع الخاص. وفي سوسة نظمت الجمعية التونسية لأطباء العيون بالوسط المؤتمر الدولي الرابع لأطباء العيون، وذلك بحضور 400 مختص من الهند وفرنسا وإسبانيا والجزائر ومصر. المؤتمر شكل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات في جراحة العيون. عديدة هي العمليات التي تجرى على العيون، من زرع العدسات إلى تصحيح النظر بالعدسات الداخلية إلى استئصال الماء الأبيض حتى لا يغيب النور عنها وتحافظ على وظيفتها لدى الإنسان. عملية استئصال الماء الأبيض مع زرع عدسة مع ميكرو انسجن نسميها، معناتها الفتحة اللي باش نعملوها في العين من أصغر ما ثم باش تمكننا باش نعملوا عملية اون توت سيكوريتي في سلامة تامة لمصلحة المريض. عندي الماء في عيني باش عملي عدسة. من المساحة إلى قاعة المؤتمر أين يتابع أهل الاختصاص من تونس ومن خارجها إجراء العمليات مباشرة ويتم مناقشتها في الإبان. عندنا 14 عملية على 3 قاعات من طباء جراحين مختلفين توانسة ومن الخارج لتبادل الخبرات أكثر العمليات على الماء الأبيض وعلى الشبكية وعلى النزيف.
طبعا عندنا برشا اشياء سيرتو لي زانجكسيون الزرارق نعملوهم داخل العين، فما دي برودوي اللي ينحيوا النزيف وينقصوا الانتفاخ نتاع الشبكيه ويحافظوا على النظر. كان تضمن المؤتمر الدولي الرابع لطب العيون ورشات حول امراض الحول وانحراف القرنيه وامراض الشبكيه، مؤتمر يعد فرصه لتبادل الخبرات والمعرفه في مجال طب العيون وخاصه الحديث منها في مجال الجراحات والكشوفات. In India and my doctors have experience of 100,000 أريد أن أتقاسم التجارب والمعارف مع الأطباء التونسيين. الأطباء الشبان بحاجة إلى مزيد التمكن من المهارات. The young doctors need to learn the skills. The senior doctors are excellent surgeons. وفما تقنيات جديدة تعلم أطبائنا الشبان أنهم يتطوروا باش نتجاوزوا المواعيد البعيدة. وتتواصل فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لطب العيون بسوسة باستعراض ما بلغه هذا الميدان من تطور وفتح آفاق جديدة أمام الكفاءات الوطنية دون اللجوء إلى الخارج. قنطرة المتوسط مشروع مشترك تونسي إيطالي تم تقديمه خلال يوم إعلامي. المشروع يهدف إلى المحافظة على البيئة وخلق مواطني شغل. المحافظة على سلامة البيئة بالحد من التلوث للنهوض بالفلاحة هو أحد أبرز أهداف إنشاء مشروع قنطرة المتوسط، مشروع مشترك تونسي إيطالي تم تقديمه خلال يوم إعلامي بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. اللي جو هم مدرسة الفلاحة حوالي أكثر من 100 شاب اليوم باش يشوفوا البرنامج وعجبهم البرنامج، لأنه هو على عبر الإنترنت ياخذ فكرة على التلوث البيئي وكيفاش يحافظ على البيئة والتلوث البيئي، لأن احنا نمنو كفلاحين وكان قابة فلاحين إذا تلوثت البيئة ما فماش فلاح. هو مشروع تونسي إيطالي يرمي إلى تبادل الخبرات بين الشباب التونسي ونظيره الإيطالي في المجال الفلاحي والبحث عن حلول للمحافظة على البيئة، خاصة مع ما يشهده العالم من تغييرات مناخية. المشروع سيتم تمويله من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالي بهدف تنمية التربية البيئية وتدريب الشباب على حماية البيئة. مشروع قنطرة المتوسط يهدف كذلك إلى معالجة إشكالية الهجرة غير الشرعية عبر خلق مواطن شغل بالاستثمار في البيئة، خطوة استحسنها المشاركون في اليوم الإعلامي. الإيطاليين عندهم فكرة توا يقولوا باش نحاولوا نعالجوا الهجرة الغير مشروعة، أنه نستثمروا في البيئة ونخلقوا مواطن شغل في تونس باش الشبان متاعنا ينجموا يلقوا مواطن شغل من غير ما يبقى يمشي إلى أوروبا يبحث عن العمل. وجدت الفكرة عملوا بلاتفورم إلكترونيك هي على المنظومة إلكترونية على الحاسوب على الكمبيوتر باش كل شاب مهما كان مستوى الثقافي متاعه ينجم يعمل تدريب كيفاش يحافظ على البيئة. فرصة باش الشاب يتعلم كيفاش هو بيدو يعمل يخلق المشروع نتاعو هوني ويحاول انه يوظف مشاريع نتاعو في حماية المحيط والمحافظة على الطبيعة، وهكا معناها سيت اون اوبورتونيتي باش يتعلم برشا ياخذ برشا افكار معناها على ايدي معناها على لي بروجي المخدومين غادي يوظفهم هوني زاد كيف كيف. اليوم الإعلامي نظمته النقابة التونسية للفلاحين والكونفدرالية الإيطالية للفلاحين. إلى موضوع يشغل بال العديد من التونسيين، الأسعار، كلمة تثير هذه الأيام ردود فعل عديدة بعد أن شهدت أسعار الخضر ارتفاعا ملحوظا. كاميرا الأخبار تجولت في بعض الأسواق ورصدت آراء عدد من المستهلكين. تتثبت من الأسعار تتأملها تقارنها بأخرى لتواصل جولتها بين الخضروات، هو حالها وحال الكثيرين ممن يتوجهون إلى الأسواق للتزود بمستلزماتهم من الخضر، من يستمع للثمن فيمر مرور الكرام، من يعود أدراجه بقفة فارغة، من يشتري ما قل وزنه وغلى ثمنه، ومن يقف أمام لافتات مثقلة. موضوع الساعة الأسعار بنيتي شكشوكة وليت واحد ما عادش خلط عليها منين عم شيخ دب 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 والبريزة راح بها فارغة مش معقول عليه حتى قراي فلفل طاحوا بي نغلي وخايتي شو هذي قنرية متاع دينارة مش متاع دينار هذي متاع 300 ولا 400 العشرين دينار ما تزي الخمسين ما تزي ما نش عارفين فين باش نمشي سوق الجملة نغلي الكل وغاديك احنا معنا حتى دخل شيء برخيص نبيعه رخيص شيء غالي نبيعه غالي.
ارتفاع ظرفي في أسعار الخضر حسب مديرة المرصد الوطني للتزويد والأسعار بوزارة الصناعة والتجارة هيام بالي، التي أرجعت ارتفاع أسعار بعض الخضروات كالفلفل والطماطم إلى تكلفة الباكورات، فضلا على العوامل المناخية التي تؤثر سلبا على عملية التزويد. نتيجة العوامل المناخية اللي هي كانت معناها نقولوا طيبة من إن شاء الله الأمطار معناها على الموسم الفلاحي، يبقى هي أثرت على معناها عمليات الجمع وعلى عمليات تنقل نحو أسواق الجملة. تراجع المساحات المزروعة بنسبة 58% بالنسبة لمادة الطماطم، 13% بالنسبة لمادة الفلفل، وكذلك بالنسبة للمردودية موجة البرد تأثر على مردودية هذه المنتوجات، وهذا خليها الأسعار معناها ترتفع نوعا ما. إن شاء الله ما تحسن العوامل المناخية، هناك تحسن على مستوى العرض بإذن الله، كذلك باش ينعكس ضرورة على مستوى الأسعار. ارتفاع في أسعار الخضر يأمل التونسي أن يكون ظرفيا حتى لا يبدو الحل في أطباق المعجنات دون الخضروات أو رافعة صغيرة كهذه لحمل ما استطيع إليه سبيلا. عربيا ودوليا، أعلنت السلطات المغربية أمس أنها تمكنت من تفكيك خلية إرهابية من 7 أشخاص بمدن مغربية مختلفة، وصادرت أسلحة وسترتين ناسفتين. وجاء في بيان لوزارة الداخلية أن المقبوض عليهم كانوا يحضرون لعمليات إرهابية نوعية بإعاز من عناصر موالية لتنظيم داعش الإرهابي. بيان الداخلية أضاف أن السلطات المغربية تمكنت من إحباط مخطط إرهابي خطير للتنظيم الإرهابي وتفكيك خلية إرهابية تتكون من 7 عناصر ينشطون بمدن جنوب الدار البيضاء، كما تمت مصادرة أسلحة نارية وكمية وافرة من الذخيرة الحية وجهازين للاتصالات السلكية ومواد كيميائية وسوائل مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات، وكذلك سترتين مزودتين بحزامين ناسفين. دعت الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الأمريكية دعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن القرار التنفيذي القاضي بتعليق دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة والتأشيرات لمواطني 7 دول إسلامية لمدة 3 أشهر، قرار زاد مخاوف الجالية المسلمة في الولايات المتحدة. أريد أن أحمي بقية عائلتي، أخشى الاتصال بهم عبر الهاتف حتى لا أسمع أخبارا من قبيل لقد فقدنا أخاك أو فقدنا أختك أو أي فرد آخر من العائلة، لم أعد أتحمل. بهذه الكلمات عبرت دلال عليا، سورية تعيش وزوجها وأبناؤها في كاليفورنيا، عن خوفها على بقية أهلها الذين كانوا سيلتحقون بها قريبا. استبد بها الخوف بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق السماح للاجئين من 7 دول إسلامية من بينها سوريا بالدخول إلى الأراضي الأمريكية لمدة 3 أشهر. الخوف تقاسمته هذه السورية مع مهاجرين آخرين أبعدتهم الحروب التي اشتدت ذروتها في بلدانهم عن بقية عائلاتهم. بلال واحد منهم. عائلتي تموت فهي تحت الحصار بلا غذاء ولا دواء، بيوتهم تم قصفها فلهم قادرون على البقاء ولا وجهة محددة لهم. شعور القلق والخوف لدى هؤلاء وغيرهم سيتواصل لثلاثة أشهر على الأقل، وفق قرار ترامب الذي أصدره بدعوى تمكين إدارته من مزيد من الوقت لتطوير عمليات مراقبة دخول اللاجئين حماية للأمريكيين من هجمات محتملة على حد تعبيره. قرار ترامب الذي يستثني السوريين المسيحيين الفارين من الحرب سيطعن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في دستوريته يوم الاثنين القادم، حيث قال رئيسه إن ترامب أخفى تمييزا ضد المسلمين تحت عباءة الأمن القومي. أما الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي فقد وصفوا قرار ترامب بالمقرف الذي سيجذب الولايات المتحدة إلى الوراء. التعليق على القرار صدر كذلك من المنتظم الأممي، حيث دعت الأمم المتحدة ممثلة في المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للاجئين ترامب إلى التراجع عن قرار تعليق دخول اللاجئين والامتناع عن التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.
ردود فعل منددة بهذا القرار التنفيذي ستجعل من إدارة ترامب الجديدة أمام أول الامتحانات في علاقة الولايات المتحدة بالخارج الأمريكي. وفي أول مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالبيت الأبيض، مثل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية أبرز المحاور، وأكد الطرفان العمل على إبرام اتفاقات تجارة جديدة بين البلدين بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي يدفع بها إلى سياسة اقتصادية تجارية جديدة ستشكل أبرز محاور زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى تركيا على أمل دعم العلاقات بين البلدين. هذه الزيارة تأتي عقب توجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعقد مؤتمر صحفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا المؤتمر جمع ترامب بأول زعيم لدولة أجنبية يستقبله بعد تنصيبه بالبيت الأبيض، أعلن خلاله أن دعوة رئيسة وزراء بريطانيا هي تأكيد على تجديد الولايات المتحدة الأمريكية علاقاتها العميقة مع بريطانيا عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا، معربا عن تأييده الشديد لقرار الشعب البريطاني التصويت لصالح الخروج عن الاتحاد الأوروبي. ومن جهتها صرحت المسؤولة البريطانية أن هذه الزيارة تؤكد أهمية العلاقة القائمة بين البلدين المبنية على أواصر التاريخ والقرابة والمصالح المشتركة، معلنة دعوة ملكة بريطانيا الرئيسة الأمريكية إلى زيارة رسمية للمملكة المتحدة في وقت لاحق هذا العام. وردا على سؤال حول إمكانية رفع العقوبات الأوروبية عن روسيا، قال ترامب إنه من المبكر الحديث عن ذلك، لكنه أكد أن واشنطن تطلع إلى علاقات أفضل مع موسكو. وقالت ماي إن الموقف البريطاني بشأن العقوبات على روسيا كان واضحا ويتمحور حول ضرورة استمرارها حتى تنفذ موسكو تعهداتها. كما أكدت ماي أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي والمعلوماتي بين البلدين في الحرب ضد داعش الإرهابي، مؤكدة أن البلدين يحرزان تقدما في مواجهته. إلى القارة السمراء، حيث تشارك تونس إلى جانب مختلف دول الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في القمة الإفريقية 28 يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين. وعلى جدول أعمال القمة ملفات مهمة، أبرزها انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي. استكملت أثيوبيا استعداداتها لاستضافة القمة الإفريقية يوم الاثنين المقبل والتي ستتواصل على مدى يومين، ويتوقع أن تشهد القمة مشاركة 37 رئيسا و49 وزير خارجية وأكثر من 4000 شخص. فبالإضافة إلى النزاع في جنوب السودان والأوضاع الأمنية في ليبيا، سيكون الملف الأبرز الذي سيهيمن على جدول أعمال القمة 28 للاتحاد القاري هو عودة المملكة المغربية إلى الاتحاد الإفريقي الذي انسحبت منه سنة 84 و900 وألف، احتجاجا على قبول المنظمة عضوية الجمهورية الصحراوية التي شكلتها جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة بالبوليزاريو. قضية الصحراء الغربية هي الملف المركزي في السياسة الخارجية للمغرب الذي يعتبر هذه المنطقة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ما زالت موضوعا يثير انقساما صلب الاتحاد، تعارضها الجزائر فيما يتخوف مراقبون من أن تقترن هذه الخلافات بالتباينات في وجهات النظر بشأن المحكمة الجنائية الدولية والتنافس التقليدي للتكتلات الإقليمية لانتخاب الرئيس الجديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي. كما يرى مراقبون أن المصالح الإقليمية المختلفة قد تؤدي إلى تعقيد عملية انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد خلفا للجنوب إفريقيا زوما التي لاقى طرحها مسألة حقوق النساء التأييد، لكن حصيلة أدائها على صعيد السلام والأمن تعرضت إلى الانتقاد. وسيتطرق القادة الأفارقة خلال اجتماعات القمة إلى مختلف الأزمات التي تشهدها قارتهم، مثل نشاط المجموعات المتشددة في مالي والصومال ونيجيريا والتوترات السياسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من أن المسألة ليست مطروحة رسميا على جدول أعمال القمة، من المتوقع أن يستأثر وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعدد من النقاشات.
في تطورات الوضع الميداني في العراق، هاجم انتحاريان صباح اليوم المدخل الغربي لمدينة الفلوجة، ما أسفر عن سقوط خسائر بشرية ومادية. وقال مصدر في الشرطة العراقية إن الهجومين وقعا بسيارتين مفخختين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. هذا وقتل 33 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي في غارات شنها الطيران العراقي على مناطق في محافظة نينوى شمال البلاد. وبعد تحرير الجزء الشرقي من مدينة الموصل، استعاد سكان المدينة حريتهم وخرجوا لممارسة حياتهم اليومية بصفة طبيعية، معلنين الانتصار على تنظيم داعش الإرهابي في انتظار استكمال تحرير الجزء الغربي من المدينة. الحياة تدب من جديد في شرايين الموصل، ودفء الحركة والنشاط يكسر الشلل الذي أصاب شرق المدينة لأشهر بسبب حصار تنظيم داعش الإرهابي. جزء من المدينة يتحرر، تحررت معه الحركة التجارية وفتحت المطاعم أبوابها لاستقبال الزبائن الذين بدا الشوق يحدوهم إلى أكلات ساخنة تذيب ثلج القطيعة مع نكهة الوطن الحر. طبيعة أهل الموصل يعني من الأمر فتح شوية الناس تطلع إلى الشارع، يعني ما تبقى مكبوسة في بيوتها، تطلع إلى الشارع وتشتغل عادي، يعني ترجع إلى أعمالها الطبيعية، الموظف إلى وظيفته ولا عامل إلى محل عمل. قبل ذلك عندما كان داعش هنا لم نتمكن من الخروج كثيرا، كان الأمر كأنك محتجز في سجن، ولكن الآن أخذنا حريتنا عندما جاء الجيش، يمكننا أن نخرج في أي مكان نريد وأن نقوم بكل ما نريد ونرتدي ما نريد. أعتقد أن الأمور باتت أفضل الآن. الموصل تستعيد عافيتها ولو في جزئها الشرقي فحسب، لتنكس راية التنظيم الإرهابي ويرفع علم دولة العراق عاليا في أجواء من الفرح ونشوة الانتصار على الإرهاب والإرهابيين. أكيد تعرف يعني أنه دائما العدو لما يصير بمنطقة ضيقة ومحصورة راح يقاتل أكثر بشراسة، لكن احنا عادين نعدهم هيئين الأمور إن شاء الله للقضاء عليه بالساحل الأيمن وينتهي أي وجود داعش داخل المناطق العراقية إن شاء الله. القوات العراقية في استعراض فخرا بالنصر، قد لا يستدعي الأمر البقاء هنا بعد دحر العدو، فالوجهة مستقبلا إلى الغرب، والواجب يدعو إلى اللحاق بالرفاق على الميدان ورص الصفوف لكسب المعركة في غرب المدينة الذي يحتضر. في الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي اليوم إلى أن يكون حازما في التزامه بالقانون واتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ حل الدولتين وتحقيق السلام قبل فوات الأوان. وأدان المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات غير القانونية والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، معتبرا أن إسرائيل تتحدى بذلك إرادة المجتمع الدولي. كما أشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هذه الوحدات الاستيطانية الإضافية ستأوي بصورة غير شرعية الآلاف من المستوطنين المتطرفين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم. إلى أخبار الرياضة، حيث يسعى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لضمان مقعد له في المربع الذهبي عندما يلاقي عشية اليوم انطلاقا من الساعة 5 منتخب بوركينا فاسو في افتتاح مواجهة ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الغابون. وكان المنتخب الوطني التونسي قد أنهى استعداداته لهذه المواجهة بحصة تدريبية مغلقة مساء أمس، كما أكد المدرب الوطني أنغي كاسبرجاك خلال الندوة الصحفية التي عقدها قبل المباراة أن مواجهة بوركينا فاسو ستكون خلالها الأولوية لخط الهجوم، معتبرا اللاعب يوسف لمساكني الركيزة الأساسية لإحداث الفارق في أي لحظة. منذ بداية البطولة بدنا نعتمد أكثر على يوسف لمساكني بسبب قدراته الكبيرة، إنه لاعب موهوب وكما قلنا فهو يحسن اللعب التكتيكي، كذلك أصبح هذا اللاعب أساسيا في هجومنا وهو الذي يسجل الأهداف ويلعب نفس الدور مع نادي الأخوية، ومهاجم القناص يعرف كيف يحدث الفارق، سيكون لاعبا مهما في مواجهة الغد، لذلك سنعتمد عليه لتحقيق الفوز.
شاهدنا مواجهات بوركينا فاسو على التلفاز. لاعبو الخصم أقوياء يتمتعون بمهارة عالية. أعرف منهم لاعبين متميزين على غرار شارل كابوري وألان تراوري في كل من مارسيليا ولوريون. هذان اللاعبان لهما خبرة واسعة في هذه البطولات وأهلا منتخبهما من دور المجموعات عن مجموعة قوية جدا. ولم يكن الأمر مصادفة لأن دور المجموعات كان صعبا للغاية وسيكون الدور الثاني أصعب بكثير، لذا يتعين علينا التحلي بالقوة الهجومية وبالحذر في الدفاع. في عالم الفن، فقدت الساحة الفنية العالمية الممثل البريطاني جون هيرت الذي توفي عن سن تناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض. جون هيرت الذي اشتهر بأفلام مثل إليفنت مان رشح مرتين لجوائز الأوسكار عن دور في فيلم ميدنايت إكسبريس وعن فيلم إليفنت مان، وعلى امتداد مسيرة فنية تواصلت لأكثر من 50 عاما كان للممثل البريطاني مشاركة في نحو 40 فيلما من بينها هاري بوتر. بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، وهذا تذكير بالعناوين. النقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة تهدد بقطع علاقتها مع الكنام بسبب ما يعانيه القطاع من إشكالات. المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه عشية اليوم بوركينا فاسو في لقاء حاسم من أجل بلوغ المربع الذهبي في أمم إفريقيا. تواتر ردود الفعل المنتقدة لقرار الرئيس الأمريكي تعليق دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده، والأمم المتحدة تدعوه إلى التراجع عن هذا القرار. لكم منا أجمل تحيات قسم الأخبار، إلى اللقاء.